يجتهد الإنسان لاكتساب المعرفة ويسعى لتنميتها لكونها من أساسات تطور المجتمعات. ومن هذا المنطلق باشر ملتقى القمر الثقافي بمواصلة نشاطاته بعد أن كانت نشاطاتهم بشكل إلكتروني بسبب جائحة كورونا، في محاولة لبناء قاعات معرفية للشباب في مختلف المحافظات العراقية. استقبل مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للعتبة العباسية المقدسة وفد من مجموعة من شباب محافظة السماوة الأعزاء بعد عودة نشاطه بعد جائحة كورونا، وكالمعتاد باشر المركز بإعطاء الدورات والمحاضرات التدريبية في مجموعة من المجالات المتعددة، المجال العقائدي والمجال الديني والمجال التنموي أيضا. في هذا اليوم كان لدينا محاضرة حول مهارات التفكير وآليات التفكير وكيفية يتم تلاعب بالأفكار والمعتقدات الشعوب ومفاهيمها وقيمها ومعتقداتها. ملتقى ثقافي ومعرفي تضمن محاضرات وورش عمل هادف لمجموعة من الشباب من محافظة المثنى لإغنائهم عقائديا ودينيا ومعرفيا، يصب ذلك في مصلحة إعداد نواة حقيقية منتشرة في عموم المجتمع. بالبداية نشكر العتبة العباسية لدعمها هكذا أفكار للشباب ودعمها للمؤتمرات. طبعا نشكر كذلك ملتقى القمر الثقافي لدعم صراحة هاي المشاركات والندوات ساهمت بنجاح تصحيح أفكار الشباب ودعمها كان جدا فعال. احنا صراحة بالمثنى بدأت هاي الأفكار انه تنتشر، الشباب بدأوا يشاركون مشاركة واسعة بهيك مهرجانات وندوات. هو منهج متكامل، منهج توعوي، منهج يهدف الى نتائج يعني نتائج جيدة. وبنفس الوقت نتمنى انه في كل محافظة العراقية ينفتح مركز ثقافي، مركز توعوي، لان احنا خصوصا فئة الشباب في هذا الوقت سواء كان متعلم جامعيا سواء كان اللي ما دارس اصلا يحتاج الى من يريد على طريق الصواب. استقطاب الطاقات الايجابية وتوظيفها بصورة تخدم الصالح العام نحو مستقبل واعد للبلاد، فكرة عملت عليها العتبة المطهرة مدة سنوات خلت بوساطة نشاطاتها وفعالياتها الثقافية والفكرية.